مرحباً، لنتعرف معاً على سهولة إصدار التأشيرات الإلكترونية السعودية للسياحة باستخدام برنامج فيرجو أوفلاين. الخطوة الأولى: إدخال بيانات طلب التأشيرة. ابدأ بكتابة اسم المجموعة، اضبط تاريخ الوصول والمغادرة، ثم أنشئ المجموعة واضغط على جواز جديد. ضع جواز السفر ضمن قارئ الجوازات الإلكترونية لمدة 5 ثوان ليتم الحفظ التلقائي لكل من معلومات جواز السفر الإلكترونية، صورة جواز السفر والصورة الشخصية. تابع إدخال جميع الحقول المطلوبة بدءا بكتابة مكان الإصدار والحالة الاجتماعية. يرجى ملاحظة أن نظام فيرجو أوفلاين سيقوم بإكمال الحقول تلقائيا، لذلك ليس عليك سوى التحقق منها وتأكيدها. أخيرا اضغط فوق إضافة ثم تأكيد لحفظ بيانات طلب التأشيرة. الآن لنواصل إدخال بيانات طلب التأشيرة باستخدام ميزة التعرف الضوئي من صورة جواز السفر. امسح ضوئياً صورة جواز السفر باستخدام الماسح الضوئي، ثم حدد منطقة القراءة الآلية واضغط على زر MRZ. وبنفس الطريقة امسح ضوئياً واحفظ الصورة الشخصية. يمكنك أيضاً إدخال بيانات طلب التأشيرة بإدراج ملف لصورة جواز السفر. يرجى ملاحظة أنك سوف تحتاج إلى تحديد المحرم والعلاقة للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. الخطوة الثانية: إرسال بيانات طلبات التأشيرة إلى موقع بوابة السياحة السعودية. اضغط على زر إرسال المجموعة، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك. الآن ما عليك سوى الاسترخاء والسماح لفيرجو أوفلاين بإرسال جميع بيانات طلبات التأشيرة تلقائياً. بعد ذلك قم بإدارة طلبات التأشيرة وضبط طريقة الدفع، ثم اضغط فوق زر الدفع الآن. أخيراً عندما يتم إصدار التأشيرات الإلكترونية السعودية للسياحة ستصلك ضمن بريدك الإلكتروني. ليس هذا فقط، ففريق الدعم الفني لفيرجو متواجد دوماً إلى جانبك على مدار 24 ساعة وسبعة أيام بالأسبوع بأحدث التقنيات والخبرات لتقديم المساعدة المتميزة فيما يتعلق بجميع خطوات العمل لإصدار التأشيرات الإلكترونية. كما يسعدنا تقديم عرض خاص لقارئ الجوازات الإلكترونية أرش كومبو سمارت بمميزات متوافقة ومعتمدة لكل من وزارة الخارجية السعودية ووزارة الحج والعمرة السعودية، وهي قراءة كود منطقة القراءة الآلية وحفظ بيانات جواز السفر لكل من الاسم الكامل، رقم الجواز، الجنس، الجنسية، تاريخ الميلاد، تاريخ الانتهاء، حفظ الصور الشخصية وصور جوازات السفر، حفظ صور الإقامات والتأشيرات، منشأ أوروبي بضمان لمدة 3 سنوات من شركة أرش، إضافة لميزة مخصصة لقارئ الجوازات المزود بالشريحة الإلكترونية RFID، وهي حفظ الصور الشخصية بدون العلامة المائية. أخيراً لمزيداً من المعلومات والاشتراك بخدمات فيرجو يسعدنا مساعدتك بتواصلك معنا بأي وقت. شكراً، مع تمنياتنا لك بالنجاح مع فيرجو أوفلاين. فيرجو أوفلاين، اعمل بذكاء دون جهد.